انا بديت بالتشكيل، بسيت فدائية الأحمدية وقت أول بدأت السنة، ما في دراسة، وقال لي أبي أسلم يا حال ثلاثة ابتدائي أذكر. قلت أنا أبي أسلم، وسلم بيت استرى عندنا يعني سوالف في حامة يا حال، فصفقوا لي التصريقة هذه هي حولتني على رسام. أنا ابتديت أكتب قصص، قصص صغيرة قصيرة، روايات وشعر مع الرسم في مساوقة في الثانوية العامة، رحت ثاني عام مدارس في القصة القصيرة. في المناسبة لقاني وزير التربية السابق الله يرحمه صالح الملك صالح، عرف ان انا اكتب وارسم وامثل بعد وامثل، قال لي يا ولدي خليك على شغلة واحدة، يا انك ترسم يا انك تمثل يا انك تكتب يا انك تكتب شعر. قلت خلاص، خليت رسم تشكيل الوان مع الوان، خلاص عونت عن كل فلندق صفية، بديت ارسم كرتون، رسمت حركة فلندق صفية، بدأت أرسم كاريكاتير منها، استدعوني الصحافة قالوا سمي بشباب كوتيين يسمون كاريكاتير، رحت اشتغلت الصحافة. من تلفزيون على طول بعثة إلى أمريكا، جنوب كاليفورنيا، جامعة جنوب كاليفورنيا، للتخصص في رسوم متحركة. سنة 2016 شهر 9 كرمت كرائد من رواد الكاريكاتير في المنطقة في كويت الخليج. بعد المرحلة هذه بديت أركز على التشكيل، تشكيل وأشوف نفسي أنا وين فيه، وين تشكيل في المنطقة في العالم.
بديت أنا أتجه إلى اتجاهات حديثة في التشكيل، ألوان انسيابية، انسيابية الألوان، حداثة في فن التشكيلي. ما يعطيني أرسم بوم بيت ما ليس قديم هذي. بديت أحاول إني أتطور مع تطور التشكيل الحديث، فهذه اتجاهاتي، ألواني، انسيابية اللون، اللون ما يروح، مهم يجي مهم يروح، خليت المشاهد المتلقي أو اللي يقول أنا أبي أو شنو هذا معناته، شوفي حالياً من كثير إلى تشكيل. بديت ألعب الألوان، بديت أتجه للحداثة، لون وتأثيراته ومطلق الشيبي أنا خدمه في اللون، ألعب جمالية اللون أوصله، هذا حد الحداثة.